الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رحمة الله، أحكي لكم قصة يوم النجاة. يوم عظيم ويوم صالح نجى الله فيه تبارك وتعالى موسى وقومه من فرعون وملئه. هذه قصة يوم عاشوراء. لماذا نصوم عاشوراء؟ كان موسى عليه السلام كما تعلمون هو أكثر نبي ذكرت قصته في القرآن الكريم، أكثر نبي ذكرت قصته في القرآن الكريم قصة موسى، وهذا لكثرة ما عاناه موسى عليه السلام في دعوة قومه وفي دعوة فرعون. فظل موسى يدعو فرعون وملأه سنين طوال، وكان يجتهد في دعوته حتى وصل إلى قصر فرعون في داخله، فآمن بامرأة فرعون. وفي هذه الأثناء اشتد بطش فرعون بالمؤمنين، فلم يجدوا لهم حيلة إلا أن يهربوا من أرض فرعون التي هي أرض مصر. فانتهزوا فرصة أن جاء عيد المصريين، فاستأذنوا من فرعون أن يخرجوا بحجة أنهم يتنزهون ويلعبون في العيد مثل هذا، فأذن لهم بسبب العيد. وفي ليلة هذا اليوم خرج كل من آمن مع موسى عليه السلام من مصر، فلما علم فرعون بذلك جهز جيشا كبيرا، قيل أن قوامه 1,600,000 مقاتل، 1,600,000 جندي، مع أن من آمن مع موسى الله عز وجل وصفهم بأنهم في سورة يونس التي قرأناها في الركعة الأولى، وما آمن معه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني ما آمن معه إلا قليل من ذرية هؤلاء، من ذريتهم وليس منهم، وإنما القوم اللي هم الكبار كبراؤهم كانوا يعني خلاص عشقوا العبودية، ما أصبح في دمه أنه خلاص فرعون ما يقدر يطلع من تحت طوع فرعون، وإنما آمن معه قليل من ذرية هؤلاء. في أكثر التخبيرات كان من آمن مع موسى عليه السلام عددهم 600,000، هذا أكثر التقديرات التي ذكرت في التاريخ، وإنما بعض التقديرات قالت أنهم أقل من 50,000، أقل من 50,000، وأخرج فرعون لهم جنودا 1,600,000، تخيل الفرق الرهيب، وهؤلاء ناس عاديون والذين مع فرعون جنود مقاتلين ومعهم السلاح ومعهم عتاد، ثم خرج وراءهم. فلما خرجوا في هذا الوقت اشتد عليهم الطريق، فقابلهم البحر، فلما قابلهم البحر دعا موسى عليه السلام ربه على فرعون. ماذا قال؟ قال الآية التي ذكرناها في الركعة الأولى من سورة يونس: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال فاستجيبت دعوتهما، على طول استجاب الله عز وجل لما تخرج الدعوة من قلب صادق، من قلب مؤمن، ومن قلب أخلص في عمله لله عز وجل. إذا كان هناك إخلاص كان هناك استجابة. قال قد أجيبت دعوتكما، مباشرة بعدما دعا موسى أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فلما وصل إلى البحر
قال الذين وهن الإيمان في قلوبهم وضعف كما ذكرنا في الركعة الثانية من آيات سورة الشعراء، قالوا إنا لمدركون، خلاص يعني فرعون وجنوده قريبين، قالوا إنا لمدركون. فقال موسى الذي رسخ الإيمان في قلبه قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك إيش؟ البحر. فلما ضرب موسى بعصاه البحر كانت آية كبرى ومعجزة عظمى من الله عز وجل لموسى. فهل لما رآها فرعون آمن؟ كلا، استكبر هو وجنوده. تعرفون ماذا قال؟ قال لقد انشق البحر لي حتى أتبعهم. شوف كيف لما الإنسان يعني يعمى بصرا وبصيرا، يعني الله عز وجل أعطى معجزة حتى يعني يفيق، يعني الآن هذا عدوك وقد شق الله له البحر 12 طريقا، فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا لأنه أعمى البصر والبصيرة. قال قد انفلق البحر لي حتى أتبعه. شوف سبحان الله الفكر. فذهب موسى وقومه من هذه الطرقات في البحر حتى مروا، وذهب فرعون من خلفه، وكان إجابة دعوة موسى عليه السلام قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، بني إسرائيل المؤمنين مع موسى، الله عز وجل جاوز بهم البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. طبعا لما نجا موسى وصعد ومر إلى الجانب الآخر من البحر خلاص رجع البحر كما كان. متى كان هذا الكلام؟ كان في صبيحة يوم العاشر من شهر الله المحرم، يوم عاشوراء، صبيحة يوم عاشوراء. ولذلك قال الله عز وجل فأتبعوهم مشرقين، يعني في وقت شروق الشمس أتبعوهم، لأنهم خرجوا في الليل من مصر ووصلوا إلى حد البحر في وقت الشروق، فأتبعهم فرعون في هذا الوقت. تمام. فلما نجا موسى وبنو إسرائيل من البحر أرجع الله عز وجل البحر كما كان على فرعون وجنوده فأغرقهم. قال الله عز وجل نعم وأزلفنا سبتم. أنا عندي خطأ في قراءة الرجعة الثانية، في خطأ. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. الله عز وجل يقول في سورة يونس فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أغرقه الغرق ماذا قال؟ خلاص، قال آمنت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى ما استطابت نفسه أن يقول آمنت بالله، لا، حتى يعني شوف لدرجة هو بيموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي هذا اللي آمنت به. أنا آمنت به، طيب قول آمنت بالله، ولكن هذا من يعني زرع الكبر، المشكلة هذا الكبر، هذا اللي جمله. الفرق بين آدم عليه السلام والشيطان، الاثنين عصوا الله عز وجل، لكن هذا الشيطان عصى معصية كبر، قال أسجد لما خلقت طينا، خلقتني من نار وخلقته من طين، شوف تكبر، لكن ولم يعترف شاف نفسه. لكن آدم عليه السلام فعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تمام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني آدم رجع لله عز وجل بكلمة التوبة. تمام. واعترف بمعصيته وعلم أن الله قد منعه من هذا وهو زل بها بنفسه. تمام. ولذلك كان فرعون من كبره لم يستطع حتى يقول آمنت بالله، وإنما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الرد عليه من الله عز وجل الآن.
وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكما تعلمون أن فرعون نجي ببدنه، وأثبتت الدراسات في مومياء، إحدى المومياوات التي اكتشفت في مقابر الفراعنة في مصر، أنه رمسيس الثاني هذا هو فرعون موسى عليه السلام. فرعون موسى عليه السلام قالوا أنه رمسيس، هذا يقال يعني في بعض التأكيدات، لكن الله أعلم، ولكن يقال، وسووا عليه دراسات وأبحاث تشريحية ووجدوا فعلا أنه قد مات غرقا، فصرخ قول الله عز وجل: اليوم ننجيك ببدنك. ليش؟ لتكون لمن خلفك آية، ليعتبر من كل متكبر ويعتبر من كل ظالم، لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يعظمون اليوم العاشر من محرم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله، هذا يوم نجى الله عز وجل موسى وقومه من فرعون وملئه، فنحن نصومه تعظيما لهذا اليوم وتكريما لموسى عليه السلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأنا أولى بموسى منه. فصامه وأمر بصيامه، ولما كان العام الذي طلغ به صلى الله عليه وسلم قال، يعني أراد أن يخالف اليهود، فقال: لئن بقيت إلى قابل، يعني إن عشت السنة القادمة، لأصومن التاسعة والعاشر، يعني زود يوم، تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي قبلها، كل ذنوبك في السنة الماضية تكفر بهذا الصيام هذا اليوم، فما أعظمه من أجر. فإن فاتك أجر تكفير سنتين بصيام يوم عرفة الذي مضى الشهر الماضي، فقد جاءتك فرصة أخرى حتى تكفر السنة الماضية، فلا تفوتها أبدا. الشيخ، لكن بالنسبة للذنوب الصغائر ولا حتى الكبائر؟ لا طبعا، الصلاة الكبائر تحتاج إلى توبة، وأمرها راجع من الله عز وجل. يمكن لله عز وجل يمكن أن يعني يغفر لواحد كبائره بدون إيش؟ حتى بدون توبة، أمرها راجع إلى الله. لكن من أراد أن يتوب الله عز وجل عليه من الكبائر أو تغفرها، فعليه أن يتوب ويطلع عن الذنب ويندم على ما بدر منه، وأن يتبع السيئات الحسنة تتبع الله عز وجل. قال في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسنة، تمام؟ فمن عظم هذا اليوم أنه يكفر السنة التي قبله إذا صمته، ومن فضائل شهر المحرم عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه لكم وما سمعتموه منا زادا إلى حسن النزول إليه، واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسن ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.